جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. مرحبا بكم معنا جديد في سينما. فرحان برشا اللي موجود بحضايا اسم كبير في عالم التياتر، عالم السينما، عالم التلفزة. ما نخبيش عليكم، انا جو فير اون بوتيت كونفيدونس، جي ان بو لو تراك معنا. أول مرة موجود قدامي. لا با دو تو، لا لا، لو جران لونيك هشام رستم، مرحبا بك. ميرسي بوكو، مرحبا. سي با ترو خويا، سي با ترو. أهلا وسهلا، مرحبا. والله الجوهرة نموت عليها، الجوهرة السير دابور. الاسم حلو وانتوما حلوين وسوسة جوهرة من جد. عايشك، سي تري جونتي. نحكي شوية على السي في نتاع هشام رستم، ولو ما نجمش نحكي على السي في نتاعو الكل. فوالا، البداية كانت نهار 26 ماي 1947، سي بيان سا؟ دونك سي لا نيسونس في المرسى، دونك قرينا في السبطية، بعد كمان القراية البرة، رجعنا لتونس عام 88. أما قبل هذيك خدمنا مع علي بن عياد العبقري الكبير، الممثل والمخرج. لا نحكي سينما. سينما سيتي 88. كان مش المسرح، شو ما صنع السينما. وي سي كومبليمونتير، سي فري. مش كومبليمونتير، سي لا فوا سور سيغتان بور السينما. اكزاكتومون. بالنسبة لي أنا على كل حال، برشا ناس كل واحد تجربته، أما أنا المسرح هو الانطلاقة، هو الغرام الأول، هو الفن المقدس بالنسبة لي أنا. السينما ما هو إلا حاجة مستوحاة من السورس، السورس هي المسرح ديما. دونك قلنا جمال ادخل، جمال مدني. اهلا وسهلا، تفضل سي جمال. ادخل، احنا في المباشر، ما يسالش هذه الظروف، الظروف المباشر. جمال المدني، مرحبا. شحوان صافا؟ اهلا بك. عسلامه. هيا اسال توا. لي روتروفاي. انا جاي من الكسرين وهو جاي من وادي تلقاو في سوسه. مرحبا. دونك يكمل يسلم نصفولكم شويه هكا بالنسبه للجو هذاك. هو بلي هذا الجو تاع الناس اللي يتفرجوا فينا في الويب كام www.jwrfm.net. عذاب، هو عذاب اصغر معناها حط قديمه في نفس الكسوه، في نفس الكسوه، في نفس هذا. ثم زاد تدخل زاد هشام، انا ساعات نعذرهم شويه المخرجين، لانه الانتاج في تونس خاصه مثلا كي ناخذوا التلفزه، مش السينما، السينما ينجم يبدل ويغير، اما ناخذوا التلفزه تعطيه مدة شهرين باش يحضر العمل نتاعو، وثلاثة شهور باش يصور، يولي ديريكت يمشي للتصويرة الأولى اللي تجي. يقول أنا تو باش نكسر راسي، أنا نجيب هشام رستم باش يخدم دور مثلا مونغي في مكتوب. مع هكا بوهالي وباش نقول لك لا لا، فاش قام هشام رستم هذاك نعيط له طول، يهز الناس يحفظ ويجي كما هو لابس كسوة ومكياج له بالباهي، وتو جي على قياس وقد قد وفك عليا. نوبيش، لان الادوار نتاع الانسان لو ميشون ديزون الشرير الكل ما يعجبوني، خاطر الشيخ معاهم بجد معناتها جامبيان مثلا في الفاسيس يظهر بوكو بلو ميشون، سي بلوز انتيريسون جوي ميشون. اي تكنيكمون سي بلوز انتيريسون جوي ميشون. جوستومون انت هنا جبتنا الموضوع على ديريكسيون داكتور. وي في مكتوب مثلا ils ont fait appel صديقنا هو مش شاب نسيت شكو ولا عاطف حسين pour diriger des acteurs. est-ce que في السينما est-ce que موجود على direction d'acteurs est-ce que فما معناها un spécialiste pour direction d'acteurs ou alors c'est le réalisateur هو اللي انا j'enseigne la direction d'acteurs في l'école de cinéma tag gamar. la direction d'acteurs c'est le مخرج. المخرج ساعات يجيب ان كوتش وكوتشي لي كوميديان، ولي كوتشي مش معناتها باش يعلمهم باش يكونهم باش يردهم ممثلين، لي كوتشي معناتها يسهل لهم عمليه الدخول الى الشخصيه، باش النص يكون باهي، باش المخرج ما يضيعش معاهم الوقت في على البلاتو، والكوتشينج يصير اكثر مع سواء ممثلين محترفين باش يخدموا الدور ماهمش مستانسين به. مثلا انا تو كي خدمت اول مره خدمت فيلم بالانجليزيه، جابوا لي كوتش خاطر مانيش مستانس نخدم نتكلم الانجليزيه، لكن مانيش مستانس نلعب دور بالانجليزيه. والا مثلا ممثل شاب باش يعمل دور نتاع واحد كبير يسمو كوتش باش يخدمه اكثر يرانيه. من اجل هالقضيه اللي اليوم نلعب بها، واليوم كما قال هشام نشوفوا معناها
السياسيين قاعدين هما اللي قاعدين يلعبوا بالبلاد مش الشعب التونسي قاعد يلعب. نصفكم سي مختار العشيمي جاي من روسيا لابس الكباك جاي من موسكو يا انت تنصب بثنين تونس والله نقطتين شتاء سي لبسوا والله خليت مش نورمال مرحبا بك سي مختار تفضل استنتوا انا نتقوا الريش في الفيلم بتاعك اي مخطي مخطي في قهوه راك رد بالك مخطي باش تخلص عليا قهوه لا خلص لك قهوه مش مشكل زوز لا يسرع يا زوز عندنا ما نرقدش كيما واحده تقرب شوية للميكرو ما نعرفش كان تبعتنا ما تبعتناش والله تبعت كي وصلت شوية مع الحمامات اي دو سلام عليكم تفضل نحكي لك على فيلمك نحكي فيك لا بيض ولا في الديريكت اي بي شو نقول لك ان شاء الله تواصل يرجع للسينما تقرب لي الميكرو ما كانش المخرج يتغشش راه مش كان انت عندنا مخرج اي خويا سبا هيك عندنا سي حسام واش راح كنت والله بون في ما في تونس معناتها ما نعرفش في سوشيال كوموس بس ما في تونس ولا صارت معك بتراجع كما البارح مع جمال مشينا سيني جميل كوبري وإنغم من دو جهنة لكن كو زادول تما الشباب حس اللي برمو الناس متعدش الأفريق في المغزة كيف كيف في اختوى قال لي زادة كيف كيف سامي في السنتر وبين زادة كيف كيف بس بيو وأخويا شال الثلاثة أفلام توانسة الفترة هذه دوك نرجع بسوف للسينما إن شاء الله باي مدام تونس معني لا بروتيجي حربوش انا كنت نتوقع ان يكونوا ليفولوسيون تاع الكاركتر هذا باش تمشي بلوس فير انفراج ك فير لا ما اسمع مفتاح في السينما في الافلام هذه ماناش احنا في النموذج نتاع هابي اند على الايجيبسيان كنت ولا على الامريكان تاع فتره معينه وكتب الكتاب يوم الخميس الجاي احنا خلينا معني مش نقول على نهايه الفيلم خلينا الباب مفتوح ويظهر لي واضح احنا الفيلم ماهوش باش يعطي دروس هو باش يلزق باش معناتها باش تعمل شويه مجهود باش تفكر باش تحس حاجات اللي هي صارت وباش تخمم ريال جوهره اف ام الدنيا وما فيها